كابتن سامي، كيف ترى مباراة المصدر في مشوار السريع في الدوري؟ والله المباريات الكل مهمة معناتها بالنسبة لينا. حسب رأيي الإشكال فينا مش في الخصم، معناتها بالنسبة لي نحترم الأندية الكل، نحترم الفرق الكل، لكن قد ما احنا نحترم ونكونوا معناتها مركزين، وقد ما نكون الأداء متاعنا جيد ونتكون نتائج جيدة، قد ما ندخلوا في بعض الأحيان معناتها ممكن في تفكير ثاني ولا تفكير غير سليم وماهوش جيد لكرة القدم معناتها، وخصوصا للمباريات قد ما تكون نتائجنا سيئة وتكون الأشياء سيئة. مباراة معناتها حسب رأيي محترمة جدا، النادي يحب يحسن من ترتيبه، ضم بعض اللاعبين المحترفين اللي مميزين، مدرب معناتها مميز كذلك. كما قلت لك معناتها من الاول الاشكال فينا معناتها، دائما انا بالنسبه لي تركيزي اكثر على فريقي اكثر من التركيز على الخصم. تفسير حضرتك للمستوى اللي ظهر الفريق في مباراه قطر؟ والله هو كما قلت لك الاشكال اللي يكونوا التركيز معناتها ما تنجمش تهبط احنا المشكل اللي كونه دائما نفيقوا من بعد ما تجي فينا اجوال، ولا من بعد ما نحسوا بالخطر معناتها، ما احناش احنا دايما اللي مبادروا معناتها. المباراة متاع قطر اوكي جات جاجولين في ظرف متاع 15 او 20 دقيقة، ومن بعدين معناتها مسكنا احنا بزمام الامور وسيطرنا وخلقنا معناتها خلقنا اهداف. مش لكن كي تبدا مضغوط وتبدا على اعصابك وتبدا مستعجل معناتها باش تسجل ولا باش تفقد تركيزك وباش تفقد معناتها الضوابط اللي موجوده، وهذا اللي كان معناتها بمباراه قطر. هما احتراماتي ليهم معناتها كانوا افضل منا ال 20 دقيقه الاولانيين، بعدين احنا خذينا معناتها بزمام الامور مباراه كامله، ممكن 5 دقائق الاخيرين. اما اشياء ثانيه معناتها انا ديما ما نحبش نلوش الشماعه على الاخفاقات اللي تقوم بها السيليه، لكن ثم بعض الاشياء زاد كيف كيف اللي زاد تعاونت في الهزيمه. هل تعتقد ان المهمه تكون صعبه قدام المصطلح الذي يسعى للهروب من المركز الاخر؟ صعبه وصعبه جدا، المباريات الكل باش تكون صعبه وباش تكون اصعب في القسم الثاني حسب رايي، معناتها خاطر الانديه الكل قريبه لبعضها، ممكن اللي مميز واللي بعيد خارج السرب هو السد معناته. الانديه الثانيه الكل شفنا بعض العثرات، ثم انديه عملت انطلاقه ممتازه بعد بعض الاشكاليات، باش تكون خصوصا في المناطق الاخيره معناتها منافسه صعبه وصعبه جدا. والام سلال معناتها من الانديه اللي يحب يحسن ترتيبه ويحب يكون معناتها من فترة الذهاب يكون في مراكز متقدمة. مباراة ماهيش سهلة بالكل. السيلية يحتاج لدعم في الانتخابات الشتوية إن شاء الله؟ والله نقولوا على قد لحافك مد رجليك. أنا من ديما معناتها بالنسبة لي معناتها إذا كان ما ثماش إمكانيات معناتها باش نجيب ونجيب خير من اللاعبين الموجودين عندي على المستوى محترفين ولا على المستوى المحلي، ما نشوفش سبب للتغيير معناتها. انا المحترفين اوكي معناتها نستنى دائما افضل بكثير من هكا، لكن ما عنديش انا شخصيا وحتى النادي اظن ما عندوش في فكره تغيير محترفين في الفتره. هل مجد صبري وحمودان جاهزين للمباراه القادمه ولا في غيابات ثانيه؟ مجدي لا، حمودان ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله. في أي ان شاء الله؟ لا ان شاء الله، من المفروض نكون استرجعنا مدثر زاد كذلك معناتها، واسترجعنا بعض اللاعبين حمودان مدثر معناتها، ان شاء الله يكونوا موجودين. شكرا.